أهلا بكم مشاهدينا. لا صوت يعلو فوق صوت صفارات الإنذار في مستوطنات الشمال. دويها وصل إلى عمق الأراضي المحتلة إلى بعد 40 كيلومترا من الحدود مع لبنان. عمليات عسكرية مكثفة تنفذها المقاومة في لبنان، وكل ذلك على هامش حالة انتظار الرد على عمليتي الاغتيال في طهران وبيروت. يرد الاحتلال بعمليات اغتيال طاول آخرها صيدة، وأدى إلى ارتقاء خليل المقدح من كتائب شهداء الأقصى. في غزة تواصل المقاومة الاشتباك مع جيش الاحتلال على محاور نتسريم ورفح وخان يونس. ثمة مصادر قلق أخرى تنتاب الاحتلال، استخباراته تخشى أن تتحول الضفة الغربية إلى جبهة مركزية، فيما يتسارع الانقسام الداخلي ويتفرع ما بين العسكر والسياسيين والحريديم والشرطة وعائلات الأسرى ونتنياهو. كل هذه التطورات الميدانية والسياسية سنحاول أن نعرج عليها في هذه المساحة. إذن نستهل أخبارنا من لبنان، حيث ارتقى القائد في كتائب شهداء الأقصى خليل المقدح في غارة إسرائيلية على صيدا، واستهدفت مسيرة سيارة في منطقة الفيلات بصيدا، ما أدى إلى احتراقها وارتقاء اللواء خليل المقدح، وهو شقيق قائد شهداء الأقصى في لبنان منير المقدح، الذي أكد في حديث للميادين أن الاغتيالات لن تزيد الفلسطينيين إلا صلابة. طبعا المستهدف هو شقيقي خليل المقدح، عميد بحركة فتح ومن أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى بفلسطين. لذلك هذه الطريق هي طريق إما نصر إما شهادة، ومسألة الاغتيالات هي بتزيدنا صلابة وقوة باتجاه المقاومة وتحرير فلسطين. ودمنا نحن ليست أغلى من دم أهلنا في الجنوب وأيضا في فلسطين في غزة وفي الضفة. هذه بتزيدنا إصرار، وإن شاء الله نستطيع ونتمكن من الرد السريع داخل الكيان المحتل. ولمتابعة هذه التطورات ننتقل إلى زميل جمال الغربي معنا من صيدا في جنوب لبنان. جمال، كل التحية لك، تفضل. تقول القياده في كتائب شهداء الاقصى الشهيد القائد خليل المقدح التي استهدفته مسيره بصاروخين اطلقت، يعني المسيره اطلقت صاروخين فاصابت السياره، ما ادى الى ارتقاء الشهيد خليل المقدح فورا. حاليا يعني كما ذكرت يعني يتم فتح الطريق وتنظيف المكان من قبل الجهات المختصه، وبعد قليل عند حوالي الساعه الرابعه والنصف سيتم تشييع الشهيد خليل المقدح القيادي في كتائب شهداء الأقصى في مخيم عين الحلوي، حيث من المفترض أن يكون التشييع حاشدا وكبيرا ويشارك فيه مختلف القوى والفصائل الوطنية والفلسطينية بحسب الدعوات والنعوات التي صدرت عن الشهيد من قبل القوى والفصائل الفلسطينية. لحظة إعلان الاستشهاد سمعنا يعني صدحت أصوات مكبرات الصوت في مخيم عين الحلوي بالآيات، وفي نفس الوقت في الأناشيد الثورية، وأيضا فور شيوع الخبر أما منزل القيادي أو قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان العميد منير اللواء منير المقدح، وهو بالمناسبة شقيق الشهيد خليل المقدح، عمت دارته حشود كبيرة وكثيفة من أبناء المخيم مخيم عين الحلوي، علما بأن الشهيد المقدح هو من مخيم عين الحلوي في جنوب لبنان. يذكر بأنه هو الاستهداف الثاني للمقاومة الفلسطينية في غضون 12 يوما، ويعني منذ 12 يوما تقريبا تم استهداف القيادي في كتائب القسام الشهيد وسام الحاج عند مدخل مخيم عين الحلوي من الجهة الغربية، واليوم تم استهداف الشهيد خليل المقدح في منطقة تعتبر قريبة إلى مخيم عين الحلوي ومخيم الميومية.
من هذا المكان نذهب إلى مخيم المي ومخيم عين الحلوي وهو خلف هذا المبنى، ومن هنا نصل إلى مخيم الميومي. تجدر الإشارة بأن الشهيد القائد خليل المقدح له دور كبير في رفض المقاومة الفلسطينية في الداخل المحتل، وفي نفس الوقت له دور كبير في المخيمات الفلسطينية من خلال إرساء بيئة ودعم بيئة المقاومة الفلسطينية والمقاومة بشكل عام، والتي تمت يعني في أكثر من مناسبة حاولت بعض القوى زعزعة الأمن والاستقرار وضرب قوى المقاومة في المخيمات. للشهيد المقدح كان له دور كبير في حفظ أمن واستقرار المخيم وصون بيئة المخيم دعما للمقاومة الفلسطينية، علما بأن الإعلام الإسرائيلي لا بل حتى الجهات الرسمية الإسرائيلية كانت قد أعلنت في وقت سابق بأن كتائب شهداء الأقصى في لبنان قائدها في لبنان اللواء منير المقدح بحسب زعمهم طبعا متورط في إرسال أسلحة إلى الضفة الغربية، وهذا الدور كان يلعبه اللواء المقدح مع شقيقه. وفي نفس الوقت يعني نحن نصل إلى المكان يعني مكان الاستهداف الأساسي للسيارة، كما تشاهدون استهدفت هذه السيارة التي كانت تقل الشهيد المقدح عند هذه النقطة تحديدا، تم استهداف السيارة بصاروخ في المرة الأولى وفي المرة الثانية بصاروخ ثاني على بعد حوالي 30 أو 40 مترا. نشاهد الآن إحدى السيارات المتضررة من جراء الغارة التي استهدفت سيارة الشهيد خليل المقدح. هنا يعني إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور من القدس المحتلة لهذه الاشتباكات العنيفة للحريدين مع الشرطة احتجاجا على مشروع قرار لتجنيد الحريدين. على كل حال شكرا لك زميل جمال الغربي، كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان، وما زلنا نتابع معكم هذه المشاهد مشاهدينا للاشتباكات العنيفة بين الحريدين والشرطة احتجاجا على مشروع قرار لتجنيد الحريدين. أرحب بضيفي الكريمين، السيد حسن الزين مسؤول أبحاث الحرب الناعمة في مركز المعارف للدراسات الثقافية وحضرتك معنا من بيروت، وأيضا كل التحية للسيد واصف عريقات الخبير بالشؤون العسكرية والأمنية معنا من رام الله. أبدأ معك سيد حسن زين من بيروت للتعليق على هذا الاغتيال، لماذا إسرائيل ما زالت مستمرة رغم أن الدراسات في إسرائيل نفسها تقول أن سياسة الاغتيالات لم تجدي نفعا أبدا لناحية إقصاء عمل المقاومة أو حتى التأثير عليه؟ ماذا تريد من هذه الاغتيالات الآن إن لم يكن الهدف التأثير على مجريات هذه الحرب؟ نعم، تحياتنا لك وللضيف الكريم وللمشاهدين. طبعا سياسة الاغتيالات متأصلة ومتجذرة في العقيدة الصهيونية وفي الأجهزة الإسرائيلية. نتنياهو وفريقه يؤمنون بالاغتيالات لأنها تعطي الوقت، يعني في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوطات داخلية ضخمة. المشهد أمامنا من تل أبيب خير شاهد على ذلك، هناك محاولة لتجنيد أعداد كبيرة من هؤلاء الحريدين تفشل، هناك ضغوطات لها علاقة بصفقة التبادل طبعا كما تعلمون. يحاول نتنياهو دائما وفريقه التصعيد الخارجي، وطبعا زيدي على ذلك أننا نحن اليوم في مرحلة انتظار الرد، والرد آت حتما. محور المقاومة من إيران إلى اليمن إلى العراق إلى لبنان أكدوا مرارا وتكرارا بأن الرد آت وقادم. نحن الآن بعد 21 يوما 3 أسابيع على عملية الاغتيال للشهيد إسماعيل هنية وللشهيد فؤاد شكر في بيروت، ولطبعا شهر على ضربة اليمن.
إسرائيل خائفة جدا مرعوبة كما تعلمون. هناك يعني حالة شلل في بعض المرافق من ضمنها المطار وبعض الجهات في إسرائيل. قد يكون العدو يعتقد بأن يعني اقتربنا من أيام الصفقة، نحن اليوم الأربعاء، وبالتالي هناك يومان على يعني المباحثات التي تجري في القاهرة وفي الدوحة وغيرها. لا يظهر أن هناك بوادر على إمكانية عقد الصفقة. نتنياهو أعاد طرح عدة نقاط وشدد على الشروط. هناك يعني قناة أمريكية سربت خبرا مهما برأيي، وكان هذا الأمر في ظني قبل يومين، ولكن الآن نحن لدينا خبر يقول بأن ترامب يضغط على نتنياهو لعدم قبول الصفقة، لأن هذا الأمر سيعطي يعني هاريس، كمالا هاريس، سيعطيها زخما في الانتخابات. طبعا للأسف دخلت القضية على مسألة الانتخابات تقاطعات الوقت والزمن. نحن الآن في الشهر 11 على معركة طوفان الأقصى، الضغط يشتد بشكل كبير جدا لحسم اتجاهات الأمور. كان متوقعا أن يكون هناك إمكانية لعقد الصفقة، الآن ضعفت هذه الإمكانية. نحن لا نقول مستحيلة، ولكن احتمالات عقد الصفقة صراحة أصبحت ضعيفة. نتنياهو شدد على الشروط بشكل لا يمكن أن تقبل به حركة حماس، وهو إذا قبل أصلا سيقبل المرحلة الأولى فقط. لماذا المرحلة الأولى؟ لأنه يعتقد بأن شهري أيلول وتشرين الأول هما الشهران اللذين يمكن عقد الصفقة فيهما، يستخرج الأسرى الصهاينة ثم يستأنف حربه بعد أن يأتي ترامب. حسب ظني هو يعتقد أن ترامب فائز حسب يعني فريقه الانتخابي والسياسي، يعني عقد صفقة يبدو مع ترامب، هذا ظني. واليوم طبعا قناة أمريكية أكدت هذا الأمر. الأمر الثاني، طبعا إسرائيل تريد إرسال رسالة إلى حزب الله طبعا بأن يعني توسيع التصعيد والرد خارج الإطار الذي يمكن أن تقبله إسرائيل سيؤدي إلى توسيع الرقعة على كل الأراضي اللبنانية. هي عملية نوعا ما ضربات استباقية، ليست حربا استباقية. عدد كبير من الخبراء الصهاينة طبعا دعوا إلى حرب استباقية. يبدو أن العدو أخذ حلا وسطا أو سلك مسلكا وسطا، فذهب إلى نوع من الضربات الاستباقية لتحذير حزب الله طبعا من أن أي رد خارج يعني القبول الإسرائيلي الذي هو منشآت عسكرية وما شابه سيكون له تبعات. طبعا حزب الله غير معني أصلا بهذا الأمر، لأنه حسم أمره بالرد. اعتقادي الشخصي إن شاء الله أن الرد سيكون مفاجئا وكبيرا جدا. متابعة العاجل الآن، منصة إعلامية إسرائيلية، حادث خطير عند الحدود الشمالية. ورحب بك من جديد سيد واصف عريقات. إذن تطورات على جبهة الشمال في الداخل، الشبكات عنيفة وفي استخدام لتعزيزات عسكرية كما نتابع في هذه الصور. طبعا هذه الشبكات هي احتجاج على مشروع قرار لتجنيد الحريديم. المزيد من الاغتيالات، كل هذه التطورات ما الذي توحيه؟ إلى أين ذاهبة الأمور سيد واصف عريقات؟ ربما نحلل بكل تطور على حدة، ولا ننسى ما قاله وزير الدفاع أن الخطر ينتقل من الجنوب إلى الشمال. وإعلام العدو أيضا تحدث عن أنه نحو الاقتراب من الحرب، قواعد اللعبة من الجانبين بدأت تتغير في الشمال. أولا المجد والخلود للشهداء وللشهيد خليل المقدح. أنا أعتقد أنه سياسة الاغتيالات هي عبارة عن تصدير أزمات أولا عسكرية، أزمات داخلية، أزمات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. يعني إذا ما عدنا للواقع الميداني سواء كان في قطاع غزة أو في الجبهة الشمالية، أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع قطاع غزة ومع الجبهة اللبنانية، مع المقاومة اللبنانية وحزب الله. وأكبر دليل على ذلك أنه يعني ما جرى بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وخلافهما على الملأ وعلى العلن يؤكد بالدليل القاضي أن الواقع الميداني ليس لصالح الجيش الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك أيضا التقارير الأمنية والاستخبارية التي صدرت بالأمس تقول بأن الضفة الغربية على حافة بركان، خاصة بعد عملية تل أبيب. ولا بد أن نربط أيضا ما جرى في تل أبيب وهذه العملية التي أوجعت
الكيان الصهيوني بما يجري اليوم، وخاصة أن الحرديم الآن في داخل الكيان الصهيوني، وما يقوم به من اشتباكات مع الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارية، هذه تؤثر على نتنياهو الذي يقود المعركة الآن وأدار ظهره لكل النصائح من القيادات العسكرية. حينما نتحدث عن 320 يوم والجيش الإسرائيلي يراوح مكانه، لم يحقق أي من الأهداف العسكرية التي انطلق من أجلها، وهي القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية. وهذا عكس نفسه على نتنياهو الذي يتصدر الميدان والذي يقود المعركة. ويعني أقصى وزير الحرب جالانت وأقصى رئيس هيئة الأركان هليبي. لذلك نتنياهو يريد أن يكسر قواعد الاشتباك كما جرى بعد عملية نيسان التي قامت بها القوات الإيرانية، حينما قام بتمثيلية مجدل شمس وضرب الحديدة، وكان هناك اغتيال في الضاحية واغتيال في طهران. هذه كلها أنا بتقديري، وكلها هذه تأتي بعد زيارات بلينكين وزير الخارجية الذي يقول ما نسعى إليه هو وقف إطلاق النار. كلما صرح بلينكين بأنه يريد أو يسعى إلى وقف إطلاق النار، أنا بتقديري نتنياهو يحاول أن يستغل الوضع الميداني ويحاول تصدير أزماته عبر توسيع دائرة القتال. وأنا أعتقد أنه تصريح لبيد بالأمس رئيس المعارضة الإسرائيلية حينما قال خسرنا الشمال، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي الذي كان معتادا على الحرب الخاطفة والسريعة وعلى أرض الغير وتحقيق الإنجازات وحسم المعركة والعودة، اليوم غير قادر على ذلك. في قطاع غزة هو متورط، في الجبهة اللبنانية أيضا متورط، هناك حزام أمني أنشأته المقاومة اللبنانية وحزب الله. الجيش الإسرائيلي غير قادر على التحرك فيه على مساحة أكثر من 110 كيلومتر بعمق 10 كيلومتر. هناك أكثر من 300 ألف مستوطن نزحوا من المنطقة من المستوطنات غير قادرين على العودة إليها، ومثلها أيضا مقابل قطاع غزة. وبالتالي هذه العوامل كلها مجتمعة عن نتنياهو، وهو الآن في حالة هستيريا، خاصة ما يجري الآن في داخل الكيان الصهيوني ومن خلافات حادة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري والمظاهرات والاشتباكات بين الحرديم والأجهزة الأمنية والشرطية. فبالتالي هذه العوامل كلها دفعت بنتنياهو أن يعني يتوجه نحو كسر قواعد الاشتباك. وهذا إن دل على شيء يدل على أن يعني ما تقوم به جبهات الإسناد هي يعني موجعة حقيقة، وخاصة حينما بدأت القذائف الصاروخية تصل إلى عمق المستوطنات وتستهدف المدنيين، وهذه يعني أوجعت الكيان الصهيوني بطريقة غير عادية. على كل حال، في سياق المدنيين، الجيش الإسرائيلي قال أنه حزب الله استهدف مدنيين في قصف كتسارين، وسنرد بما يتناسب مع ذلك. سأعود إليك لنفهم ماذا يعني سيرد بما يتناسب مع ذلك، إلى أين يريد الإسرائيلي أخذ الأمور تحديدا في موضوع الميدان واستغلال هذه النقطة. نذهب إلى الزميل حسين السيد في جبهة جنوب لبنان، جبهة الإسناد اللبنانية، أيضا الوقوف على كل التطورات في عاجل. قبل قليل كان أنه انفجار طائرة بدون طيار فوق عمعاد. المزيد معك، تفضل حسين. حقيقة تطورات متسارعة تشهدها الجبهة علا. دعينا نبدأ بآخر ما رصدناه على هذه الجبهة تحديدا، نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيلي مقابل بلدة العباسية الحدودية هنا في القطاع الشرقي. كنا نستطيع من حيث نقف أن نرصد تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف، ويبدو أن الهدف في هذه الضربة هي دبابة إسرائيلية، لأنها كانت تعتدي على منطقة هنا في القطاع الشرقي بإطلاق قذيفة، وتم استهدافها على ما يبدو
من قبل المقاومة. طبعا يبدو أن هذا الحدث هو ما توصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية بالحدث الخطير على الحدود مع لبنان، لأن هذه الدبابة إذا تم استهدافها مباشرة خلال قيامها بالاعتداء على جنوب لبنان فهي تحوي طاقما من الجنود الإسرائيليين، ما يعني وقوعهم بين قتيل وجريح. وكنا نستطيع أن نشاهد أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من ذلك المكان، ما يدلل على اشتعال النيران في تلك المنطقة. إذن هذا الاستهداف الأخير الذي رصدناه حتى هذه الساعة، بالعودة إلى عمليات المقاومة، حقيقة التكثيف واضح في الاستهدافات من قبل المقاومة الإسلامية في إطار ردها على الاعتداءات الإسرائيلية، تحديدا هذه الاعتداءات التي طاولت منطقة البقاع وأدت إلى استشهاد مواطن وجرح 20 آخرين بينهم أطفال. ترد المقاومة اليوم بتوسيع نطاق ضرباتها باتجاه قواعد عسكرية إسرائيلية في عمق الجولان السوري المحتل على عمق نحو 20 كيلومترا من الحدود. آخر الضربات التي وجهتها المقاومة إلى تلك القواعد الإسرائيلية كانت إلى قاعدة عميعاد، هذه القاعدة الخاصة بألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، استهدفتها بالمسيرات الانقضاضية. بأسراب من هذه المسيرات طالت أماكن تموضع الضباط والجنود والتخزين داخل هذه القاعدة الإسرائيلية البارزة التي ضربت في المرة الأخيرة عند الرد على اغتيال الشهيد أبو طالب في جوية. تم قصف وقتها، كان هنالك قصف صاروخي وبالمسيرات أيضا باتجاه عدد من المواقع الإسرائيلية، ولكن اليوم تأتي هذه الضربة بالمسيرات تحديدا في إطار الرد على غارات البقاع. ما نشهده حقيقة على الجبهة هو تصاعد في هذه العمليات، أي أن المقاومة كانت سابقا عندما ترد على غارات البقاع تذهب إلى استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية باستخدام صواريخ الكاتيوشا، اليوم تدخل المسيرات أيضا كما شهدنا أمس باتجاه هذه القواعد الإسرائيلية في عمق الجولان السوري المحتل. أيضا سبق ذلك إطلاق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه قاعدة إسرائيلية في الجولان، أيضا هي قاعدة قاعدة إسرائيلية بارزة في الجولان، أيضا تضرب في نطاق الضربات المعتادة تسنوبار بالصليات الصاروخية. هذه القاعدة التي تعد قاعدة لوجستية تابعة للقيادة الشمالية أيضا بصليات صاروخية مكثفة، أدى ذلك كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا إلى إصابة منازل في مستوطنة كتسارين القريبة من هذه القاعدة الإسرائيلية، بالتالي هنالك إصابات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين وأيضا في هذه المنازل، عدا عن الضربات داخل القاعدة. ولكن كما نعلم هنالك حالة تغطية إعلامية وتعتيم إعلامي يفرضه الجيش الإسرائيلي على هذه الخسائر في القواعد الإسرائيلية. إذن قاعدتان إسرائيليتان استهدفتا بالمسيرات والصواريخ في إطار الرد. أيضا كان لدينا استهدافات على الحافة الأمامية لموقع حدب يارون بمسيرة انقضاضية وبالقذائف المدفعية، عدا عن استهداف ثكنة زرعيت في ذلك الاتجاه. وننتظر توضح الاستهداف الذي شهدناه منذ دقائق مقابل بلدة العباسية. أيضا مقابل هذه العمليات كان هنالك اعتداءات إسرائيلية مكثفة، ذكرنا الغارات على منطقة البقاع وأيضا عملية الاغتيال التي جرت في صيدا. آخر عملية اغتيال كانت في صيدا، ردت عليها المقاومة بضرب أهداف عسكرية إسرائيلية تحديدا بالمسيرات الانقضاضية، ردت عليها بضرب قاعدة محفات آلون، هذه القاعدة التي تقع كذلك الأمر شمال صفد في الجليل الأعلى. نرى هذا التركيز على استخدام المسيرات وهو السلاح الاستراتيجي والنوعي الذي تمتلكه المقاومة وتبرزه في هذه المواجهة، عصي على الإسقاط من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية ومن قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تدخل وتحاول اعتراض هذه المسيرات، لكن تصل إلى أهدافها وتصيب أهدافها بدقة، خصوصا أماكن تموضع الضباط والجنود الإسرائيليين لإلحاق أكبر قدر من الخسائر في صفوف هؤلاء الجنود الإسرائيليين. وهذه الضربات مستمرة ومتصاعدة من قبل المقاومة في إطار ردها على الاعتداءات الإسرائيلية، مع المسار الآخر وهو مسار ضرب الأهداف العسكرية الإسرائيلية والمواقع الإسرائيلية في إطار دعم غزة والعمليات المستمرة دعما لغزة منذ 8 أكتوبر. خلال الساعات 24 الماضية أو خلال الساعات 48 الماضية نشهد تصعيدا كبيرا في نطاق العمليات في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ولا نزال خلال الساعات المقبلة نتوقع مزيدا من التصعيد.
شكرا لك زميل حسين السيد من جنوب لبنان. ننتقل إلى زميل أكرم دلول معنا من خان يونس. أكرم تفضل، يعطيك ألف عافية. أهلا بك علا وبكافة المشاهدين. تطورات متلاحقة هنا بالتأكيد في قطاع غزة، لا سيما على صعيد أوامر إخلاء قصرية جديدة وزع بموجبها الجيش الإسرائيلي قبل قليل مناشير تطالب السكان في بعض مناطق دير البلح بإخلاء منازلهم والمناطق التي يقيمون بها. هذه بالتأكيد المناطق يفترض أن تكون آمنة. مزيد من التضييق إذن الآن يمارس على النازحين وكذلك على المواطنين، كما كنا نتوقع له وكما حدث أكثر من مرة. الجيش الإسرائيلي فقط عبر هذه البيانات أو المناشير يحاول أن يبرر جريمته عبر يعني على العالم ويغطي على هذه الجريمة. لم يمهل الجيش الإسرائيلي السكان والمواطنين يعني على الأقل دقائق معدودات لينجوا بأنفسهم وأطفالهم، وبالتالي بدأ بنشر هذه المناشير أو الإعلانات، ومن ثم بدأ القصف بشكل مباشر وهو ما جرى بالتحديد في منطقة المحطة ومنطقة أبو عريف التي بدأ للتو منها السكان بالنزوح مرة ثانية. التساؤل المطروح الآن، أين يذهب هؤلاء الناس؟ لا مكان، لا متسع لهم، لا غرب دير البلح المفترض أن تكون آمنة، ولا غرب خان يونس التي تتعرض أيضا هي على الدوام للقصف الإسرائيلي. كذلك للتو علمنا بأن القصف الإسرائيلي طال مجددا منطقة أبو هولي الواقع بين خان يونس ودير البلح، تم انتشال شهيد وعدد من الجرحى. بالمناسبة القصف الإسرائيلي على المناطق التي يهدد الجيش الإسرائيلي المواطنين بضرورة إخلائها أدى قبل قليل إلى إصابات فيما بين المواطنين. تضيق بالتأكيد يعني المنطقة التي يسميها الجيش الإسرائيلي ظلما وبهتانا أنها منطقة إنسانية آمنة، وبالتالي الناس بالفعل أضحوا في حيرة من أمرهم أمام هذا العدوان. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة كذلك كانت هناك غارات إسرائيلية صباحا استمرت حتى ظهر هذا اليوم، تركزت على منازل وخيام النازحين وحتى مراكز إيواء، أدت هذه الغارات إلى ارتقاء عدد من المواطنين. في خان يونس هناك انتشال لشهيد جديد قبل قليل، هذا الشهيد ينضم إلى قائمة من الشهداء هم بالعشرات في الأيام الخمسة الأخيرة وكلهم من النازحين نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يطاول خيام النازحين تحديدا المناطق الواقعة فيما تسمى بالمواصي، المفترض أيضا وفق الإدعاءات الإسرائيلية أن تكون آمنة غرب خان يونس. هذه المنطقة تعرضت على الدوام للاستهداف وإلى القصف الإسرائيلي، وبالتالي النازحون لم ينجوا أيضا من هذا الاستهداف في تحد صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ولكل النداءات التي لطالما طالبت بضرورة الكف عن استهداف النازحين. النازحون بالتأكيد على ما زالوا هم في مقدمة بنك أهداف إسرائيل، وللتو قضى أيضا نازحان نتيجة غارة إسرائيلية استهدفتهما في غرب مدينة خان يونس. الجيش الإسرائيلي بدأ بالتراجع قليلا من مدينة حمد السكنية بعدما دمر كل شيء، لكنه ما زال يتواجد في هذه المنطقة الخطيرة. نذكر كذلك بالعملية النوعية التي قالت كتائب القسام إنها نفذتها في منطقة الحوزين في غرب مدينة حمد. الكتائب والقسام أشارتا طبعا أو أشارت إلى أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم عبر تفخيخ نفق بشكل مسبق، الأمر الذي أدى إلى إيقاع هذه القوة بين قتيل وجريح. في رفح القصف الإسرائيلي مستمر وهناك شهداء في مدينة غزة وشمالها، أيضا هناك شهداء وجرحى بفعل غارات إسرائيلية ما زالت تحصد أرواح المزيد من الأبرياء. وزارة الصحة قبل قليل قالت أن هناك 50 شهيد وصلوا في الساعات الماضية، تقصد هنا وزارة الصحة ربما في الساعات يعني التي سبقت الساعات الـ24 الماضية، على اعتبار أن تحديثاتها تجري يعني على هذه الشاكلة. ولكن ما رصدناه أكثر من 70 شهيد وصلوا مشافي غزة، هؤلاء فقط من تمكن الطواقم الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني من الوصول إليهم، وهذا ربما ما ستكشف عنه وزارة الصحة والجهات الرسمية في مقبل الساعات. نعم، شكرا لك أكرم دلول، كنت معنا من خان يونس. أعود إلى ضيفي الكريمين، أعود إلى سيد حسن الزين. سيد حسن، بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، المفاوضات بشأن وقف النار في غزة على وشك الانهيار والعرض الحالي قد يفشل. في أكثر من نظرية، لكن ربما أكثر نظريتين تم التداول فيهما. أنه الأولى، لأنه عندما أتى هوكشتاين إلى بيروت كان دائما يروج على أنه لا يكون في الآن رد وأعطى فرصة لهذه
المفاوضات، وربما هذا ما حصل، أنه الآن حتى بلينكن يدور بين العواصم، رغم أنه لا شيء إيجابي، لأنه يقول أنه في أمل بعد بهذه المفاوضات، وهذا الهدف منه تجميد هذا الرد من قبل محور المقاومة إن كان إيران وحزب الله وباقي الجبهات. وفي نظرية أخرى بتقول أنه نتنياهو هو يقصد هذه العرقلة لأنه يريد بهذا التطرف وهذا العناد والمزيد من الشروط أن يأخذ المنطقة إلى حرب موسعة، لأنه التوقيت مناسب جدا له، وأيضا هذا الدعم هو أكثر من رائع له في هذا التوقيت، والبوارج والآليات الحربية أتت. على كل حال، نحن أمام أي فرضيات إذا ما ربطناها بموضوع الرد؟ وهل المحور سينتظر بعد هذه التطورات أم سيبادر هو؟ نعم، طبعا كانت الإدارة الأمريكية تقول، وحسب أيضا بعض التسريبات عن قطر وغيرها، أعطونا أسبوع واحد فقط، يعني هذا الأسبوع تنتهي المهلة، هذا الأسبوع لا يمكن للمحور أن ينتظر أصلا أكثر من ذلك. حماس التي يعني تنطق باسم المقاومة الفلسطينية وباسم المحور في هذه المعركة قالت بشكل واضح بأنها تؤكد بأن نتنياهو وإسرائيل يتلاعبان، يشتريان الوقت. هذا هو الراجح في محورنا، بأن هناك عملية احتواء وشراء للوقت. طبعا من مصلحتنا كما قال بعض القادة بالمقاومة الفلسطينية، موضوع الوقت الآن لمصلحتنا، عندما يعني نيأس ويأس العالم من فكرة المفاوضات، وأن نتنياهو انقلب مع الأمريكان للأسف، لأنه الورقة التي تقدمت في تموز كانت قد وقعت عليها حماس وقبيلتها، ووقع عليها الوفد المفاوض الإسرائيلي، ولكن عندما عاد وعلمت نتنياهو بهذه التفاصيل انقلب عليها. طبعا نحن ذكرنا في القسم الأول من الحلقة بأن الموضوع أصبح انتخابي بحت، يعني الحزب الديمقراطي يحاول بحده الأقصى تحصيل ولو صفقة للمرحلة الأولى، يعني أنه إذا كان هناك تأجيل لبعض النقاط تم تأجيلها إلى المرحلة الثانية. أنا قرأت ما يسمى بورقة سد الفجوات، يعني نشر أمس ورقة من قبل الطرف الأمريكي سموها ورقة سد الفجوات، يعني هناك فجوات بين إسرائيل كيان العدو وحماس والمقاومة، عملت أمريكا على سدها. لو قرأناها سنجد أن معظمها هي عمليات تأجيل إلى المرحلة الثانية، مثلا موضوع يعني نتساريم والانسحاب إلى المرحلة الثانية، موضوع فيلادلفيا أيضا انسحاب إلى المرحلة الثانية، هناك حديث عن دوريات بشكل غير صريح لم تقبل فيها حتى مصر كما أشارت بعض الصحف. واضح أن مسار التفاوض لم ينتج إلى الآن يعني صيغة جدية أو حقيقية، ونحن الآن بعد أسبوع تقريبا من بدء المفاوضات، يعني غدا نكون قد وصلنا إلى أسبوع واحد في حده الأقصى. هذا الأسبوع أنا برأيي تختتم يعني المفاوضات، لا يوجد أمل فيها. نتنياهو متعنت وواضح، وهو أصلا قال بأنه المفاوضات ليست عطاء وعطاء، قال هي أخذ وعطاء، يريد أخذ الأسرى، يريد معرفة عدد الأحياء منهم. إلى الآن لا يوجد رقم حقيقي ويعني له مصداقية عند العدو لعدد الأسرى الموجودين عند حماس. بعض الأطراف، الأجهزة في إسرائيل تقول 70 أسيرا، بعض الأطراف تقول 56، لا يوجد لديهم رقم نهائي. نتنياهو يريد معرفة عدد الأسرى أولا، يريد أكبر عدد من الأسرى حتى يتابع الحرب. هو قال لن نوقف الحرب، خطاب الحرب يخدمه انتخابيا، يخدمه في الائتلاف، يخدم مسار تطور الوضع في الكيان. هذا المشهد الذي يعني نراه أمامنا، موضوع الحريديم، هم الآن القنبلة التي كانت يعني قديما يتم الحديث عنها الآن تفجر في إسرائيل، هي التي تدير طبعا هذا المناخ اليميني الاستيطاني في إسرائيل، وذاهبون طبعا إلى الضفة الغربية. المعركة بعد غزة هي الضفة الغربية، ولذلك من الصعب جدا القول بأنه يمكن يعني تحقيق وقف إطلاق النار في غزة إلا على نحو تكتيكي، هذا احتمال تكتيكي. الجيش تعب جدا واستنزف، قال بأنه يريد تخفيف العمليات في غزة والتوجه شمالا باتجاه لبنان. طبعا تفاجأ هو بأن الضفة الغربية بدأت بعمليات نوعية، لو نجحت عملية تل أبيب نحن كنا في تحول جديد، ولكن هناك نصف تحول حصل، يعني استطاع المقاتل المقاوم الوصول إلى تل أبيب ومعه 8 كيلوغرامات من التي أن تي شديدة الانفجار، إلى الآن لا يعرف اسمه، إلى الآن لا يعرف كيف دخل، إلى الآن
ليعرف من الذي أعطاه طبعا المتفجرات، هل حصل عليها في تل أبيب أم غيره. الآن تشن أجهزة الأمن الإسرائيلية طبعا حملات واسعة في تل أبيب وضواحيها لمعرفة طيب من ساعد. وأنت تكمل رسالتك سيد حسن الزين، نتابع هذه المشاهد القوية حقيقة من القدس المحتلة، حيث تجددت الاشتباكات العنيفة جدا بين الحريديم والشرطة. الآن نتابع هذه الصور إذا من هناك. إليها هوية الكيان الإسرائيلي، نحن لا نريد المبالغة بالقول أن هناك انهيار أو شيء، لا، نحن نقول بداية تفسخ، هناك بدايات. هؤلاء يرفضون أن يتجندوا في الجيش في أضخم معركة شنها العدو الإسرائيلي منذ 48، وهم لا يريدون المشاركة، ولكن في نفس الوقت يريدون الهيمنة والسيطرة على القرار الإسرائيلي. يعني سموتريتش بن جفير، من الصح أنهم ليسوا يعني لا يديرون نتنياهو، ولكنه طبعا مقيد بهما وهو يستعملهما وهم يستعملانه. هنالك طبعا مشروع استيطاني يقوى، وللأسف طبعا هناك طبعا محاولة للربط. طيب ربما نعلق مع هذا، مع هذه الصور مع سيد واصف عريقات. يعني سيد واصف، أهمية هذه المشاهد، أي تأثير يمكن أن يكون لها؟ تفجيرات وصلت لتل أبيب، تفجيرات الانتحارية الاستشهادية وصلت إلى قلب تل أبيب، هذه الاشتباكات العنيفة مع الحريديم، بالإضافة إلى التظاهرات المستمرة لعائلات الأسرى، واللي أبلغت بالأمس من قبل رئيس الأركان أنه لن يكون هناك صفقة إذا كانت هذه هي الطبقة الحاكمة التي ستكون مستمرة، لأنها لا تريد هذه الصفقة. هذه المشاهد للحريديم الآن والشرطة ماذا تعني؟ كيف تصرف في النهاية؟ إن كان نتنياهو لم يتأثر حتى الآن بأي شيء، لا داخلي ولا حتى خارجي ولا تهديد برد. يعني أولا نتنياهو لا يوجد بحوزته ما يقدمه، لا للجبهة الداخلية ولا لحلفائه ولا للمستوى السياسي أو المستوى العسكري. يعني منذ 17 في عملية طوفان الأقصى، حينما هزم الجيش الإسرائيلي ونخبة النخبة من الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية، استطاع 1200 مقاتل أن يهزموا 10,000 جندي إسرائيلي ويسيطروا على كل قواعدهم العسكرية، وما زال الجيش الإسرائيلي حتى الآن غير قادر على استعادة قوة ردعه، وهذا باعتراف يعني المسؤولين الإسرائيليين، سواء كان العسكريين الحاليين أو الذين يعني استقالوا، سواء كانوا في مجلس الحرب أو في مواقع أخرى كرئيس شعبة الاستخبارات هارون حليفة. كلهم أجمعوا أن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الجبهة الشمالية هو استنزاف لهذا الجيش. هذا كله انعكس على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لأن الجيش الإسرائيلي خسر كثيرا. يعني قبل أسبوع اعترفوا بأن هناك 10,060 إصابة، وهذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي والفعلي، وخاصة أنهم يتحدثون عن 30,000 حالة علاج نفسي، صدمة نفسية، يعني ينتظرون أدوارهم للذهاب إلى المصحات النفسية. هناك نقص في الأعداد البشرية، نقص في الجنود، ونقص في المعدات القتالية، نقص في الدبابات. هذا كله انعكس على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي ترفض الآن، وخاصة الحريديم والمتدينين الذين لا يريدون أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي، ويعتبرون ذلك يعني خارج للمألوف عنهم. أيضا العصابات المستوطنين، وأيضا لهم مواجهات مع الشرطة العسكرية ومع الجيش الإسرائيلي. هذه العصابات التي تم تسليحها من قبل سموتريش بأحدث أنواع الأسلحة، أنا بتقديري هي جزء من هذا النسيج الاجتماعي المتفكك. يعني النسيج الاجتماعي لا يجمعه سوى العداء للعرب والعداء للفلسطينيين، ويعني الخطر الذي يحاول نتنياهو أن يوجده دائما حتى يبقى هذا النسيج الاجتماعي متماسك. ولكن الآن وبعد يعني هزيمة الجيش الإسرائيلي في الميدان، صحيح أنه يرتكب إبادة جماعية، يرتكب مجازر، يرتكب تطهير عرقي، ولكن هذه أيضا انعكست على الكيان الصهيوني الذي بات يصنف على اللائحة السوداء، والجيش الإسرائيلي الذي يصنف الآن بأنه الجيش الأول في العالم في الإبادة الجماعية وفي المجازر وفي جرائم الحرب. ولكن أنا بتقديري الأزمات في الداخل هي انعكاس لواقع ميداني لم تعتاد الجبهة الداخلية عليه. يعني حينما كان هناك إجماع من الجبهة الداخلية الإسرائيلية والتفوا حول الجيش من أجل أن يذهب إلى قطاع غزة
ويثأر وينتقم ويعود بالنصر ويعود بالأمن والاستقرار ويعود المستوطنين إلى مستوطناتهم، هذا كله تبخر بعد مرور 320 يوم وهم يشاهدون جنودهم وضباطهم يعودون إليهم محملين يعني قتلى أو جرحى أو حالات نفسية تعالج في المصحات النفسية. هذا كله انعكس على النسيج الاجتماعي المهدد بالتفكك أصلا ولا يجمع سوى العداء للعرب والفلسطينيين. أنا أعتقد أنه نتنياهو الآن وخلافاته الحادة مع المستوى العسكري هي أيضا انعكاس على هذه القرارات التي يريد من خلالها أن يوسع دائرة القتال، وخاصة أن نتنياهو بعقليته الصهيونية المتطرفة ويشاهد هذا الحشد الكبير من قوات الأطلسي من الأمريكان ومن الداعمين لنتنياهو والداعمين للجيش الإسرائيلي، لأن هزيمة الكيان الصهيوني هي ليست هزيمة فقط لإسرائيل، هي هزيمة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب بشكل عام. هذه القاعدة المتقدمة التي تحتاج الآن إلى من يدافع عنها، إلى من يحميها، هذا نتنياهو الذي جاء للحكم عام 1996 تحت هدفين: الهدف الأول عدم قيام دولة فلسطينية، والهدف الثاني القضاء على المشروع النووي الإيراني، ويريد تنفيذ ذلك ولكنه مردوع وغير قادر، لأنه شعر بأنه خلال 320 يوم أن المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وجبهات الإسناد كلها تقف على آبة الاستعداد، وأن الأمور ليست كما يشتهي، وأنه ربما إذا خرج من جبهة إلى جبهة أخرى كما هو يتوعد ويهدد أنه سينتقل من هزيمة إلى هزيمة أكبر. وهذا ما حذر منه كبار الضباط في إسرائيل وحتى أقرب المقربين لنتنياهو الجنرال إسحاق بريك ولبيد أيضا رئيس المعارضة، دائما وأبدا يتحدثون عن أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن تحقيق أهدافه وأنه في ورطة ولا بد من وقف استنزاف هذا الجيش الإسرائيلي. إذن هذه الصور ما زلنا نتابعها من القدس المحتلة لتجدد الاشتباكات العنيفة بين الحريدين والشرطة اعتراضا على مشروع قرار لتجنيد الحريدين. إذن الاشتباكات نراها بالأيدي والهروات بين عناصر الشرطة والمخابرات الإسرائيلية والمتظاهرين الحريدين أمام مكتب التجنيد في القدس. أعود إليك سيد حسن الزين، ماذا الآن أمام حماس؟ ماذا الآن أمام جبهات المقاومة؟ طالما نية نتنياهو هي توسعة هذا الحرب والذهاب بهذه الحرب إلى أوسع مدى، يعني ما الذي يجري على صعيد جبهات المقاومة لكي تبقي الرسائل بأنها قوية دون أن يعتقد الإسرائيلي بأنها غير قادرة على الرد، وبنفس الوقت عدم أعطاء ذريعة لتوسعة هذه الحرب؟ فقط أود أن أمرر هنا يعني ما قاله السيد منير المقدح شقيق خليل المقدح اللي تم استهدافه في صيدا، أنه قال سنرد في الداخل الإسرائيلي. تفضل، أعود إليك سيد حسن. طبعا بالأمس طبعا نشرت المقاومة الفلسطينية ويعني الجهاد الإسلامي رسالة من المقاومة الفلسطينية، طبعا نشرتها أغلب الفصائل وإن كانت صادرة عن الجهاد، طبعا يتحدثون فيه عن يعني الموقع او المستنقع الذي يعني غرقت فيه اسرائيل، هي بالفعل غارقه، العمليات يوميه وتتطور ونوعيه. جبهات الاسناد طبعا لبنان والعراق واليمن وايران طبعا اعلنوا الجهوزيه، بقي هناك مساله التوقيت. قد يكون هناك احتمال، لا نؤكد ذلك، بان هناك انتظار لمرحله المفاوضات حتى لا يقال بأن يعني المحور هو الذي أفشل هذه المفاوضات. حماس يبدو يعني من خلال تصريحات قادتها وبياناتها بأن لم تعد يعني تعول على هذا المسار التفاوضي حاليا،
وإن كان لا ترفضه. هي قالت بأننا نقبل بورقة تموز وليس ورقة أيار. حصل انقلاب أمريكي نوعا ما، أنا أقول هو لدواعي انتخابية. يعني الورقة الأولى التي قدمت في تموز كانت لدواعي انتخابية، يريدون طبعا كان بايدن يريد الأمر لنفسه، ولكن عندما حصل تبديل وجاءت هاريس أيضا الآن هم بحاجة إلى إرضاء نتنياهو مع الأسف. يعني هم يعني تارة يحاولون استرضاء جانب لأجل كسب التصويت الفلسطيني في بعض والعربي والإسلامي طبعا، ومعهم اليسار والأحرار في بعض الولايات المتأرجحة في أمريكا. هناك 6 طبعا ولايات متأرجحة لا يزال ترامب متقدم فيها، هاريس تحتاج إلى ذلك. هذه المحاولات للتغطية، يعني محاولة القول بأن هناك جهود جبارة ونحن أرسلنا يعني كل فريق الإدارة الأمريكية من وزير الخارجية إلى يعني ممثل المبعوث الأمريكي وغير ذلك وهوكشتاين، نحن نحاول أن يعني نسعى إلى عملية صفقة تبادل وغير ذلك. تريد الإدارة الأمريكية طبعا تبريد واحتواء طبعا محور المقاومة قدر المستطاع. إذا لم يكن هناك إمكانية للصفقة على الأقل أن يكون هناك يعني اشتباك مدروس ومحدود. في خطاب الإدارة الأمريكية الحالية جاك سوليفان هو مستشار الأمن القومي يردد دائما ثلاثية معروفة، يقول نحن نعمل على الدفاع والردع والدبلوماسية، ليس عندهم خطة حرب صراحة. يعني كل هذا التحليل الذي يتحدث عن إمكانية وقوع حرب في هذا الشهرين تجاه إيران هذه يعني أضغاط وأحلام. إيران خلال 40 عاما لم يتعرض لها أحدا بحرب، فما بالك في هذا الشهر؟ يعني نحن نتحدث عن شهر أو شهرين انتخابيين. إسرائيل أعجز من أن يعني تقاتل حتى على جبهتين أو ثلاثة، فما بالك أنها ستفتح على إيران؟ بطبيعة الحال لا يوجد هناك يعني احتمالات حرب واسعة النطاق أو إقليمية. هناك اشتباك إقليمي نعم هو قادم حتما عندما يرد المحور سواء بطريقة منفردة أو مجتمعة أو متتابعة ومتسلسلة، سيكون هنا رد قوي وموجع. نحن لا نتحدث عن رد شكلي حقيقة، يعني كل قادة المحور أكدوا صراحة ويعني يعني بالكواليس بأن هناك رد موجع ومؤلم ومؤثر، وهذا الأمر قاله سماحة السيد حسن نصر الله علنا في الخطاب الأخير. ولذلك إسرائيل في حالة انتظار، أنا أقول الأسبوع القادم قد يكون هناك تطور معين، إلا إذا حصل شيء في اللحظات الأخيرة في الأيام الحالية احتمال عقد الصفقة ضعيف، ولكن وارد أن يكون هناك تسوية على نقطتين معينتين، يتنازل مثلا نتنياهو عن موضوع فيلادلفيا مقابل غض النظر عن موضوع نتساريم، لأن الموضوع أصلا هو شكلي ليس له قيمة صراحة. يعني حماس أصلا موجودة الآن في شمال غزة وموجودة تحت الأنفاق في كل نعمل غزة. نعمل أن يتحقق يعني تفاؤلك يا سيد حسن الزين بأنه تذهب الأمور بهذا الاتجاه. على كل حال من جديد إلى احتمال ضعيف ولكن وارد لا ننفيه إلى هذا ناصر. الزميل ناصر اللحام معنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، نشاهد هذه الصور ناصر لهذه الاشتباكات للشرطة مع الحريديم. ماذا يعني تعني هذه الصور بهذه الحدية بهذا العنف، ومن هم الحريديم؟ أي تأثير لهم سواء بتجنيدهم أم عدم تجنيدهم في سياق هذه الحرب والإسرائيل الكثير من المرتزقة؟ تحياتي علا. واضح تماما انه مشكله لدى اسرائيل في الجيش في التجنيد في الاعداد، وخصوصا بعد تجنيد 360 الف من الاحتياط والذهاب بهم الى غزه، اضافه الى نشر 30 كتيبه في الضفه الغربيه والاستنفار الشرطه الكامل في الداخل. الحريديم هم خزان بشري يريد الاحتلال ان يستخدمه عسكريا ضد الفلسطينيين وضد العرب. موقفهم واضح، هم يمضون حياتهم فقط في أمرين، قراءة التوراة وإنجاب الأطفال، وهذا ما دأبوا عليه منذ العام 48، وهذه تسوية واتفاق ضمني وعلني بينهم وبين الحكومات الإسرائيلية المتتالية. في نهاية الثمانينات رشحوا أنفسهم للكنيست وأخذوا مقاعد كثيرة على رأسهم حركة شعب سواء يهود غربيين أو شرقيين. اليوم هذا واحد من سلسلة تظاهرات شديدة تهدف إلى إيصال رسالة واضحة أنه لا يمكن تجنيدهم بالقوة كما يريد نتنياهو. الشرطة الإسرائيلية حشدت قوات كثيرة وفرقت المحتجين الحريتين بقوة ورشتهم بالمياه الواسخة، وطبعا أغلقت الشرطة والجيش كما نلاحظ
جميع الطرقات المؤدية إلى مناسب السجين وقام باعتقال عدد منهم. هذه التظاهرات التي شارك فيها 600 من العاملين أرادت أن تؤكد على الموقف، وهذا جزء بسيط جدا جدا من أعدادهم، عددهم أكثر من 2 مليون حريتيم. أغلقوا سكة القطار الموجود في القدس في شارع يافا، وهناك شديد جدا من جانب الشرطة باتجاههم. التظاهرة جاءت بدعوة مسبقة ومعلنة عند مكتب التجنيد منذ أن بدأ المكتب بإرسال رسائل لهم في ذن التجنيد أن يدفعوا للجيش. بدأت التظاهرات قبل أسبوعين. ممكن أن ممكن أن يتفادى هذا الموضوع نتنياهو بأي طريقة؟ ممكن أن يتجاهله، ممكن أن يتفادى، ممكن أن يكون لديه بدائل انطلاقا من خطورة هذه الصورة على الداخل الإسرائيلي؟ فقط نذكر ما قالتها راتس عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، استدعاء نحو 15,000 جندي تم تسريحهم خلال تقليص سابق للقوات. نتنياهو نفس الأسلوب، ودائما يصلي على الإسرائيليين. قال للجيش أنا موافق معكم، جندوا الحريديم، وقال للحريديم حتى لا ينسحبوا من حكومته أنا لن أطبق الأمر بالقوة. فترك الجيش راضي نسبيا عنه، وترك الحريديم نسبيا عنه، أجعلهم يصطدمون مع بعضهم البعض. الأوامر صدرت لتجنيد الاستدعاءات 1200 من الحريديم، واستدعوهم للمثول أمام مكاتب التجنيد ولم يلتزموا، قامت باعتقال 3 منهم. بعد ذلك وصل الأمر إلى المحكمة العليا. هناك في محاولة للي ذراعهم من خلال التأمين الوطني ومن غيرها، لكن واضح تماما المعركة حسمت لصالح الحريديم، وهم لم يكترثوا لهذا العنف ولقمع الشرطة، وأوصلوا رسالتهم، وهم لا يلتزمون أصلا إلا بأوامر الحاخامات. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام. نذهب من جديد إليك سيد واصف عريقات. الإعلام الإسرائيلي يتحدث اليوم عن خشية الاستخبارات من تحول الضفة تدريجيا إلى جبهة مركزية، وبالتالي أيضا تم نقل المزيد من القوات إليها. بداية ماذا يعني أنه تتحول إلى جبهة مركزية، وهو أيضا الذي تحدث عن جبهة الشمال أنه هي أيضا تحول الخطر من الجنوب إلى جبهة الشمال، هل هو فعلا هكذا وماذا يعني هذا الكلام، أم في حرف للأنظار عما يجري في غزة؟ يعني بالتأكيد هناك عجز وتقصير وفشل عند الأجهزة الأمنية والاستخبارية. يعني حينما تنفذ عملية مثل عملية تل أبيب وتصل المتفجرات إلى قلب المربع الأمني في داخل الكيان الصهيوني وفي ظل الثكنة العسكرية والشرطية والأمنية والاستخبارية وكل الأجهزة الإلكترونية، بالتأكيد سيتم توجيه الاتهامات لجبهة أخرى. يعني هذا ما اعتدنا عليه عند الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أختي العزيزة والأجهزة الأمنية والاستخبارية كلهم متورطين أمام جبهتهم الداخلية، وعاجزين عن تحقيق أي إنجازات، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا على الجبهة اللبنانية، وحتى في داخل الكيان الصهيوني مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية. يعني بالتالي هذا العجز. لكن ماذا يعني تفجر هذه الجبهة إذا ما تفجرت كما يقال؟ لأنه حتى المقاومة قالت، سرايا القدس والقسام قالوا أنه موضوع التفجيرات الاستشهادية ستكون إلى الواجهة من جديد وستتكرر. يعني بالتأكيد الجيل الشباب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى صامتا إلى ما لا نهاية، وخاصة أن يسمعون نتنياهو حينما يقول أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والاستخبارية أن يضاعفوا من الضغط على الفلسطينيين. ماذا يعني مضاعفة الضغط على الفلسطينيين؟ يعني مزيد من المجازر، مزيد من جرائم الحرب، مزيد من الإبادة الجماعية، مزيد من محاولة تهجير الشعب الفلسطيني. فبالتالي أمام كل هذا أنا بتقديري أيضا حينما يضع نتنياهو نفسه في مواجهة جيل الشباب الفلسطيني، أنا أعتقد ويدير ظهره لكل نداءات وقف العدوان على قطاع غزة والذهاب إلى المفاوضات، بالتأكيد جيل الشباب أيضا سيأخذ قراره.
ما دام لا يوجد اي وسيله ضغط على نتنياهو، انا اعتقد انه الشباب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه ستصل الى قناعه بانه الاسلوب الوحيد على الضغط على نتنياهو وعلى الجيش الاسرائيلي وعلى الاجهزه الامنيه والاستخباريه هو مثل هذه العمليات. وقد نجحت المقاومه الفلسطينيه في الماضي في تنفيذ عمليات وهي لا تريدها حقيقه. الشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه لا ترغب بهذا النوع من العمليات، ولكنها مجبوره على استخدامه ما دام نتنياهو يعني يريد مزيد من الدماء الفلسطينيه، مزيد من دماء الاطفال، مزيد من دماء النساء، ولا يرضى لاي ضغط من الضغوط. فبالتالي انا بتقديري الواقع الميداني وخساره الجيش الاسرائيلي في الجبهات تعكس نفسها في مزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه، وهذا الضغط بالتاكيد سيولد الانفجار، والانفجار ياتي بانواع متعدده. المقاومين الفلسطينيين والاشتباك مع الجنود في والدفاع عن المخيمات وعن المدن وعن القرى، وتحويل هذا الدفاع الى هجوم بهذه العمليات. وانا اعتقد يعني يستطيع الفلسطيني تنفيذ مثل هذه العمليات اذا ما اتخذ القرار في هذا المنحى. طيب سيد حسن، يعني انهي معك في نقطتين ربما نبدا بشكل سريع عنهما. لماذا الحلفاء او الوسطاء لا يخرجون الى العلن ويقولون انه نتنياهو هو من يعرقل هذه الصفقه؟ لا اتحدث عن الحليف الامريكي، عن باقي الوسطاء، هذا اولا. وفي موضوع لابد من الوقوف عنده، اي اهداف تراها من وراء التسلل البري الذي حصل من اسرائيل الى لبنان قبل ايام؟ نبدا بالمفاوضين او الوسطاء. طبعا الى الان لا يزال هناك يعني ايام من المفاوضات والمباحثات. المصري طبعا بعض التسريبات، يعني قالت بعض الصحف المصريه بان الاجواء من يعني الوفد المصري الموجود تقول بان هناك يعني صعوبات، ليس فقط مصر وقطر من قال ذلك. امس سربت في اسرائيل بعض الصحف المواقع يعني بعض العائلات الاسرى الصهاينه نقلا عن رئيس الموساد قالت بانه قال لنا انه في ظل هذه الحكومه لا يمكن ان نعقد صفقه. وبعض المفاوضين طالبوا بمزيد من المرونه والمزيد من الصلاحيات حتى العقد صفقه، والا لا يمكن عقد صفقه في ظل شروط نتنياهو، لا يمكن ذلك. وهو يكذب ويراه ويقول بانه هذا شاني وهذه طريقتي في اداره المفاوضات. مصر لا يمكن الى الان يعني ان تعلن بشكل رسمي ذلك. قطر ايضا بصفتهما وسطاء وليسوا تسلل تسلل. ولذلك الموضوع بانتظار الإشارة الأمريكية برأيي. قد إذا فشلت الإدارة الأمريكية واعتبرت بأن نتنياهو مارس المراوغة للمرة السادسة، وطبعا نحن نتذكر كلام بايدن عندما قال له في الاتصال الأخير بأنك أنت يعني تكذب وتراوغ علي، بمعنى أنه للمرة السادسة يعني هذه آخر مرة. هذا قول الأمريكي، يعني نحن في آخر فرصة حتى جالنت قالها وزير الدفاع، هذه آخر فرصة. يعني إذا فشلت كل الناس أصبحت تعرف بأن نتنياهو من أفشلها، ولذلك هو حريص جدا نتنياهو الآن على القول بأنني قبلت بالمقترح الأمريكي. مع الأسف المقترح الأمريكي بخطوطه العريضة أصلا قبلت به حماس، ولكن وجدت أن التفاصيل مختلفة تماما. نسخة يعني الآن مختلفة عن نسخة تموز، هي نسخة أيار يعني التي قبل 4 أشهر. تسلل إلى لبنان يعني بحدود اطلاعنا لم يحدث تسلل بالمعنى البري. يحصل أحيانا التسلل يعني من خلال بعض الطائرات المسيرة مثلا، أو من خلال يعني شيء محدود، يعني أمطار محدودة أو يعني بضعة أمطار محدودة على ولكن لا يوجد تسلل إلى لبنان. لم يؤكد يعني حزب الله ذلك. الإعلام الحربي المقاومة الإسلامية نفوا هذه طبعا التسريبات. شكرا لك سيد حسن الزين، مسؤول أبحاث الحرب الناعمة في مركز المعارف للدراسات الثقافية، كنت معنا من بيروت. والشكر موصول يا سيد واصف عريقات، الخبير بشؤون العسكرية والأمنية، كنت معنا من رام الله. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة وتتابعها معكم وتستكملها معكم الزميلة رامية الإبراهيم. إليك رامية.